بسم الله الرحمن الرحيم. باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فانه من كذب علي فليلج النار. وعن انس رضي الله عنه قال: انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.